هذا الهدف موهبه واعده فعلا موهبه يعني نعم شوف استقرار وتسجيل هدف فني مارتيك باغت فريق فسخ عقد تخبطات اداريه بنسميها نحن هون عم نشوف هدف التعادل اللي سجله ماريان بي 5-3 خلينا نشوف الهدف الجميل فعلا يعني شوف نقل الكرات الجميل الكرة داخل منطقه بالدقيقه 37 هاي فريق الاتحاد عاد بخبرته للمباراه يعني اي فريق بيتسجل في مرمى هدف بالدقيقه 17 ممكن ياثر نفسيا على اللاعبين لكن الاتحاد بخبرة استعداد المباراه كما تفضلت انهى المباراه لصالحه والنقاط الثلاث ويعني اقترب اكثر من فرق الصداره هذا الهدف الثاني اللي سجله حطيه الاتحاد بعد جمله تكتيكيه الحقيقه شوف اهداف دائما مرسومه بشكل اربع خمس نقلات يعني فريق الاتحاد يعني اخذ الخبره في الملعب هذا الشكل الذي نريد ان يظهر به ان شاء الله في مباراه الاسيويه القادمه الكرة الأرضية وهذا الملعب اللي نريد أن يمتلئ عن آخره إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة السابعة مساء يجب أن يمتلئ هذا الملعب عن آخره اشتقنا يعني لحضور جمهور الاتحاد الأنصار كرة القدم السوري بشكل عام الذين لن يقصروا بالتأكيد بتشجيع فريق الاتحاد الحقيقة الجمهور الاتحاد أنا بقول لاعب رقم واحد يعني هو صحيح. كان سبب من أسباب فوز الاتحاد بكأس الاتحاد الآسيوي نجومية اللقاء راحت